السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كنتمنى لكم تكونوا على خير. رمضان مبارك كريم، كل عام وأنتم على خير. باش ما تمنيتوا اش بان لكم تشاركوا معايا هذه التحلية الرائعة بقطع البسكوي من السماء بالقهوة، غادي تنال الإعجاب ديال الأسر ديالكم في هذه الليالي الرمضانية. لسحوركم ولا سهراتكم الرمضانية كتجي رائعة وراقية بطبيعة الحال، ومقادير بسيطة غادي تشوفوا معايا. نقولوا بسم الله ويلا ندخلوا الفيديو وعلى بركة الله. نقولوا بسم الله ونبداو مع التحليه الرائعه. محتاجين نصف لتر من الحليب، غادي نصبوها في هذه الكاسرول هذه، غادي نضيف عليها القهوه سريعه الذوبان، نضيف واحد الملعقه كبيره مملوءه بالقهوه ونزيد النصف لانها تحليه القهوه، وعلى حسب الرغبه. الا ما بغيتوش تكثروا القهوه ما تكثروش، غادي نديوها فوق النار تغلي وغنجيب كاسرول اخرى وتشوفوا معايا. نحطها فوق النار تغلي ونرجع. اثناء الحليب والقهوه كيغلي وغنضيف هنا واحد 4 ملاعق ديال السكر حسب الذوق، دائما السكر كيرجع لكل سيده. انا غير كنشارك معكم وانتم ديروا اللي بغيتوا. سكر فانيليا، ملعقتين مملوءتين بالنشا ولا كريم باتيسير اللي عندكم متوفر ضيفوه. غنضيف ملعقتين ديال النشا ولا كريم باتيسير، اي حاجه عندكم في المنزل ضيفوها. ملعقتين مملوءتين شي جينا عقد، حبة بيض، بسم الله. وغنضيف واحد ربع كوب ديال الحليب باش نمزج هاد العناصر. غادي نزيد غير واحد ربع كوب على نصف لتر اللي عندي غير باش نمزج هاد. نمزجهم جيدا، من يغلي لي الحليب غادي نجي نصبو منهم. نمزجو جيدا في هاد المرحلة حتى يندمج البيض مع الكريمة مع السكر. ننتظروا على الحليب كيغلي حتى يغلي ونعجبو. هو هذا الحليب ديالنا من بعد ما غلى، غادي نبداو نصبوه هنا ومع التحريك ما نحبسوش نهائيا باش ما طيبناش ديك البيضه، ونرجعوها على النار تغلي. نستمر انا في هذه العمليه ونرجع خويا شويه شويه ونحركو. ممكن تحصلوا على بودينغ ولا اشهى، نستمر ونرجع. ودابا غنرجعوا البودينغ ديالنا فوق النار يغلي حتى يعقد ونرجع. رجعوه فوق النار مع التحريك، دابا ما نغفلوش عليه لانه دغيا غادي يعقد. الحليب راه كان سخون ومن يعقد نكملوا الوصفه. هذه التحليه من بعد ما عقدت غادي نضيف هذه الملعقه ديال الزبده الصغيره تكون مملوءه هكذا باش تعطيها القوام الكريمي، ولا مع طبيعه الحال الكريمه نذوبها فيها. هذا هو القوام ديال الكريمه ديالنا كما كتشوفوا كيفاش كتجي، والسواد ديال الكريمه ولا تكون مفتوحه على حسب الرغبه ديالكم في نسكافيه، يعني في القهوه السريعه الذوبان شحال كتضيفوا نتوما. جهزت هنا هاد الكؤوس الفرديه، دابا غادي نوزع التحليه ديالي. محتاجين البسكوي، اي نوع بسكوي بغيتو نتوما، غادي نبدا نوزع في الكؤوس. دابا غادي نوزع الكريمه الطبقه الاولى فوق كل بسكوي مباشره، نستمر ونرجع. من بعد ما وزعت الطبقه الاولى غادي نضيف البسكوي عاود كما درتو في الطبقه الاولى بهذه الطريقه هذه. شحال ما حطيتو ديال البسكوي ما غاديش يضر، غادي يطرى وغادي يرجع رطب معكم. شحال ما بغيتو تضيفو ديال البسكوي في هذه الطبقه ضيفو. هذه اخر طبقه ديال البسكوي، غادي نرجعو نغطيو عليها عاود بالكريمه وننتظروا على هذه الكريمه حتى تبرد تماما، وغادي نزينوها بالكريم شونتي في الوجه ديالها. كنحاولوا نسويو الوجه ديالهم وغادي نخليهم دابا يعقدوا. كتجينا انتما شفتوا نصف لتر خرجت لي 5 ديال الكؤوس، حجم يعني كبير ماشي صغير. ممكن انكم تخليوها غير هكذا تبرد، زينوها باي حاجه، بلوز بسكوي نفسه ترشوه صافي، وهاد التحليه عندكم جاهزه. اللي ما متوفرش على كريمه الخفق، اللي متوفر على كريمه الخفق غادي نخفقوها في طبيعه الحال من بعد ما تعقد هاد الطبقه وتبرد، وندير نزينها بكريمه الخفق باش تعطيها المنظر الرائع. وانتم غتشوفوا معايا هاد التحليه، نتمنى لكم تجربوها بسيطه بزاف، وانتظروا عليها حتى تبرد ونرجعوا نزينوا لها الوجه ديالها. غادي نخفق 200 ملل ديال كريمه الخفق، نعمل من سكر بودرة
شويه وسكر فانيليا وغنخفقها. بسم الله. غادي نفرغها في جيب الحلواني ونبداو نوزعو الكريمه ديالنا. درت انا قطعة ديال الشوكولاته وغادي نرشها من في الوجه ديالها. نرشو ومن بعد نضفو بطبيعه الحال الارضيه. وهاد التحليه راقيه جدا جدا، ما تصوروش شحال لذيذه. وهذا هو التقديم النهائي، كنخليوها في الثلاجه حتى تبرد. لسهراتكم الرمضانيه، للسحور ديالكم، تسحروا بها، كتجي رائعه، كتعطي طاقه حلوه بطبيعه الحال. وكنتمنىكم تجربوها بسيطه. الا ما كانش عندكم كريمه الخفق استغناو عليها، زينوا غير بالشوكولاته كما شفتوا. والى هنا كنقول لكم مع السلامه، دمتم في حفظ الله ورعايته، والى اللقاء. غنمشيو دابا للثلاجه، وبطبيعه الحال البسكويت دايب، كل شيء غادي يكون هش. نتمنىكم تجربوها، وغادي تنال الاعجاب ديال الاطفال ديالكم، ما تصوروش شحال كتجي لذيذه. نتمنىكم تجربوها في هذه الايام المباركه. دمتم سالمين، والى اللقاء، مع السلامه.